بمناسبة عيد الفطر المبارك، يسعدني ويشرفني إخواني أن أتقدم إليكم بأعز وأحر التهاني، رجيا من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وأن يغفر لنا ولكم. عيدكم مبارك، أقولها إلى الجيش الأبيض من عمال الصحة، إداريين ومنظفين وسواق وحراس وممرضين وأطباء. عيدكم مبارك أيضا، أقولها لإخواننا المعتقلين في سجون النظام، من معتقلي العشرية السوداء السياسيين منهم، ومن معتقلي الحراك، راجيا من الله عز وجل أن يفك أسرهم. عيدكم مبارك أيضا، أقولها لإخواننا المرابطين في ثغور الجزائر من أفراد الجيش الوطني الشعبي. عيدكم مبارك، أقولها أيضا لأضامنة الصفحات الحرة وقنوات اليوتيوب. عيدكم مبارك، أقولها أيضا لأقاربي وأصدقائي وزملائي في الأسلاب الجوية. عيدكم مبارك أيضا، أقولها لإخواننا المغتربين. عيدكم مبارك إخواني، لكل من يشاهد هذا الفيديو، أتمنى من الله عز وجل أن يجمعنا في جزائر الحق والعدالة. سلام.